ما حكم تدريس البنات في الجامعات المختلطة؟ وهناك من يقول حتى لا أترك مكان الدليل والساق. لا يجوز التعليم المختلط، لا يجوز لا للرجال ولا للنساء لما فيه من الفتنة والشرور، وهذا يجر إلى الفسق. هو يقول أنا ما أترك مجال للفساق، هذا يجر إلى الفسق، يجر إلى الفواحش، يجر إلى الشر.